يا نساتي ساداتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخباركم ايه؟ معاكم محمد زاز ايجيبشن فيش توك، حلقة جديدة من يوميات سمكاوي الجزء الثالث. حوض بعد ما هدي، وعلى فكرة انا لسه لاعب في مين شوية عشان كنت بظبط اماكن زرع قبل ما اصور، فده يعتبر كمان كده ايه مطرب شوية، لكن ده الشكل النهائي للحوض بعد ما استقر والحاجة فيه ركزت شوية. النباتات زي ما هي، دي في السيناريو من اللي انا شلتها من الحوض، لو انت فاكر كانت في الارضيه ابتدت تنبت تاني، فسايبها شويه. الجافا فيرن زي ما اتفقنا، الماريمو بول، ماريمو بول اهي، في حاجات اللي لونها بني دي بسبب عدم استقرار دور بيولوجيا عندي انا كمان. الاتش ام ما شاء الله ابتدت تنمو وخارجه من مكانها، يعني خرجت ابتدت تعمل رانرز. النبته الجديده اللي خدتها من هاني محمد، والجمبري الله اكبر زي ما هو. لو انتوا واخدين بالكم ان الحوض ده، وهقول لكم معلومه غريبه جدا، انا ما بقفش عليه النور نهائي، فانا اكسبكت طحالب كتيره جدا، وكان في طحالب على الازاز، لكن كم الحاجات اللي موجوده باللي بتاكلوا الطحالب مخليه الموضوع ده مش يعني ما فيش الوطأة بتاعته مش موجودة تقريبا. يعني احنا قدامنا هو امانو، امانو شريمب، في هنا خمسة يعملوا بجهد شديد. عندنا هنا بريستل نوز برضو، هنحاول نشوف واحدة كده ندور عليها. وطبعا البلو شريمب الموجود الرئيسي. يعني امانو من الحاجات يعني نشيطة جدا في قصة الطحالب، زي ما شايفين هم هايبر اكتف قوي، سرعة جدا وشغالين زي ما اتفقنا. هي يعني مثلا الجزء ده كان لونه اخضر، الجزء ده يعني بصوا كله شغال عليه لحد ما اباده تماما. فالحوض ده لحد دلوقتي الحمد لله رب العالمين مفيش حاجة كريتيكال، مفيش مشاكل تقريبا. لسه السمك او الجمبري، قصدي لسه الجمبري ما عملش بريد، وبالنسبة كريستال شريم في واحدة ماتت، واحدة زي ما انت شايفينها اهي لسه عايشة. يعني دي مقياس شوية، مستنيها حتى لما تعمل مولت نشوف هل هي هننجح معاها ولا لا، لكن هي زي ما انت شايفين لسه عايشة. وعلى فكرة الكريستال من الجمبري نشيط جدا، يمكن اكتف شوية كمان عن نيوكاردينيا، وخارج منها المخرجات اللي لونها اسود، الشرطة السوداء اللي وراها دي نفس تقريبا الطريقة اللي بتعمل بيها السمك الإخراج بتاعها. والحمد لله رب العالمين الدنيا لطيفة في الحوض ده. فده بالنسبة للحوض بتاع الجمبري اللي عمله لي يوسف وحيد على شكل بركان، الدنيا مستقرة. أنا ناقص بس أعدل على الإضاءة، لسه يوسف مش جاي لي. في آخر الحلقة أقول لكم إن شاء الله الميعاد اللي هيجي لي فيه يوسف، أو تقريبا جاي لي إمتى، لأن في حوض هنأسسه من أول وجديد جديد عندي، هنحط فيه إن شاء الله باكو فلاندرا بس، بحط باكو فلاندرا بس، فاستعدوا. تعالوا طبعا ناس كتير قوي سالتني على الحوض اللي هو من غير فلتره ومن غير سيوط ومن غير اي حاجه، الاخبار الحمد لله رب العالمين الاخبار تمام جدا زي الفل، مفيش اي مشاكل. انا عملت حاجه جميله جدا من رساله الجابيز اللي فاتت دي، على طول شايفين الجابيز الصغيرين قوي دول، كان في سمك زي ما قلت في التغطيه جه والد في الكيس، ثلاث اربع انواع من الانواع دي كانت والده في الكيس، فاخدت السمك اللي والد ده وخدت الصغيرين بتوعه وجبتهم الحوض ده. فتعالوا نعمل زوم عليهم ونتفرج على مكانهم ونشوف مكانهم فين. يعني مثلا واحده اهي، في كتير بقى، الحوض ده مليان بيبيز، والموس بيكبر مفيش اي مشاكل، الامانو شريمب برضو فيه، وجبت زوج ما شاء الله الله اكبر اليفانت اير هايفن باندا. الباندا جابز انا بحبها جدا يعني، فما شاء الله زي ما انتم شايفين الميل والفيميل ما شاء الله هتولد خلاص كمان، هتجيب لنا صغيرين.
والوايت كلاود ماونتن ما تعرضوش صغيرين اللي حطيتهم يعني. الحمد لله رب العالمين الامن مستتب. الحوض ده المفروض يعني تعمل له تقليم تاني يعني النباتات دي على الحته اللي فوق دي عايزه تظبط، والطحالب الخضراء دي عايزه تتلم، بس انا مستني الامان ان انا مجوعه شويه ما باكلوش تقريبا ان هو يبتدي يخش عليها. جبت النبات الطافي الجديد اللي قلت لكم عليه ومتحمس ليه جدا اكتر من اي حاجه، متحمس ان هو يكبر، ان انا بحب النباتات الطافيه قوي، فمن الواضح ان هو بيزدهر. نبات الورقتين الصفر دول قدام قوي من ساعه ما جبته هو ابتدى يكبر. الفروك بيت اللي كانت عندي اللي هي النبات التاني الطافي ابتدى يتحلل، فمن الواضح ان نسبه الامونيا مش عاليه بالدرجه الكافيه في الحوض اللي تخلي نبات زي الفروك بيت يكبر. اوكي، بالنسبه للمص النادر اللي خدته من هاني، انا حاطه في كونتينر تحت الاضاءة لوحده شوية لحد ما الزقه على صخور، وشايف ان هو الحمد لله رب العالمين الدنيا ماشية تمام. ثانية واحدة، مفيش مشاكل يعني. وكمان بالنسبة للبيلياموس، بس دي ابتديت احس ان هي فيها بني شوية، ففي الاغلب هبتدي احطها في الحوض قبل النوع التاني تشاينيز موس والنوع التاني اللي معاه. البطاطا ابتدت تنبت اخيرا، اوراق اخيرا. طبعا الجذور تحت يعني هي مش باينه قوي، بس يعني في جذور ابتدت تطلع وشغاله يعني. فاخيرا يعني بصوا بقى الانديان فيرن خارج لحد فين، نابت بره الميه، انا عندي منه كتير الميه هنا وده طبعا ده اتحرق، انا ما اعرفش ليه، اكيد يعني جفاف وطحالب شعر. فالتغيرات اللي بتحصل في السيستم ده معظم الحاجات الضارة اللي موجودة فيه ليها علاقة بالطحالب الشعر فقط. باقي انواع الطحالب انا مش شايف اي طحالب تانية. العدسة الماكرو صحيح في الصيانة كنت ببص عليها في حاجة، الحمد لله رب العالمين طلعت سليمة، المفروض ان شاء الله ان انا هاخدها يوم السبت، هنخش كلوس بعد كده اكتر من كده على الاحواض دي، لكن احنا لحد دلوقتي شغالين بالموبايل. الكلاون كيلي الحمد لله رب العالمين مفيش مشاكل، وده الجابيز ولاد الجابي اللي كانوا عندي الكبار ابتدوا يلونوا، وعالم هنا بقى تاني، هنا ده عالم تاني منفصل عن الدنيا كلها. ده حوض هادي جدا، سمك صغير جابس فيه، جمبري فيه، كوميونيتي كبير قوي هنا يعني. دي امانه اعتقد ان هي بتاكل في الطحالب الشعر. تعال نبص بصه، مش عايز بس اقرب عشان ما تهربش، بس هي تقريبا كده بتاكلها، بتاكل طحالب شعر، تمسك فيها اهو بتاكل. ده كلام محترم وممتاز جدا. كنت شبكت فيه شوية ثبته ومشيت، لكن احنا سجلنا حالة اكل طحالب الشعر لايف في الفيديو. تاني نبص على الجابس الصغير ده مفيش عمر 3-4 ايام مثلا ولا اسبوع، اعتقد كده اسبوع احنا حسبناه بالظبط بقى يعني.
وتعالوا نخش على الحوض اللي بعديه. ده تسجيل حالة محاولة هرب اهو لايف. بص بقى عايز يعمل ايه. على فكرة في واحدة هربت وانا هشرح لكم دلوقتي هربت ازاي وجبتها. سبحان الله قدرها وستر ربنا ان هي اول ما هربت نزلت على الارض دخلت في كيس فاضي كان مرمي على الارض مفروض، فانا شفتها لما جيت ما كانتش جفت خالص. بص بيحاول يتسلق السلك لكن مش هيعرف. هو اول ما بيحس بحركه بيحس باجسام تحرك بيخاف. الكابوريا كانت عشان الجو برد كانت يعني عامله زي حاله من حالات اللي بيقولوا عليها ايه الخمول، ولكن لما الجو ابتدى يظبط ويحرر ابتدوا يبقوا اكتف جدا. يعني في محاولات هرب فعلا، انا سجلت لكم اهو محاوله وشافني طبعا قربت بالكاميرا وبيشوفه كويس قوي على فكره. ابتدى يهرب ويستخبى اهو. بص 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 الحاله دي، بص الحاله دي، بص بينه وبين السفه دي. يعني دي برضو من الحلقات اللي انا بسجلها، كنت يعني كنت عايز اسجلها لكم، كنت اتمنى ان هم يعملوا كده في فيديو. الحمد لله رب العالمين عملوا. يعني هم دلوقتي ابتدوا يبقوا اكتف جدا وبيحاولوا يهربوا بيدوروا على اكل كتير والنظام ده. انا دلوقتي ركبت سبراي بار للفلتر عشان لما منسوب المايه يقل الموس ما يشعرش بالجفاف. وانتوا عارفين انا بعشق شكل الموس لما بينمو بره المايه، فشايفين الله اكبر النمو شكله عامل ازاي. جميل قوي 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 قوي، فقصه لوحده. طبعا ده لسه موقف مستنينا نمشي. تعالوا نرخم عليه. يلا الله الله الله، اجري اجري. فده حوض الجمبري. هنختم بقى الحلقه باللي انتوا مستنيينه. قديم حاطط فيه الفايتر ومش مهتم بيه خالص لحد ما اشوف هعمل فيه ايه. و شفت دي الجميل ده عند احد الاصدقاء، دي افريكان سايد نيك تورتل. يعني دي ترسة افريقية مسمينا سايد نيك لانها لما بتيجي تمسكها بتتني راسها لجوه، يعني بتتني راسها على جنب كده لجوه، ما بتدخلهاش جوه يعني بتتني راسها على جنب، فعشان كده سموها افريكان سايد نيك. ده اعتقد هايبو او طفرة منها لان جسمها عليه رسمة زي ما انتم شايفين، لكن هي افريكان سايد نيك. معلومات عنها انا لسه ما درستهاش قوي، هي ترسة يعني صغنون خالص وفضولية جدا ما بتقعدش مع سمك. يعني حطيتها مع الفايتر كده عشان اعرف استخبى هنا يعني، لكن هي ما بتقعدش مع سمك. جميلة قوي. بتحتاج طبعا لمبة يو في بي عشان تتشمس عليها والصدفة تقوى، فانا لحسن الحظ سبحان الله عندي واحدة، كان صديقي محمود امين جابها لي. والمفاجأة ان شاء الله ان هيبقى في حلقة توتالي عن التورتل دي او عن انواع عن الترس ممكن عموما، بس تحديدا عن دي. ان شاء الله في الحلقة الحوض هنعمله سكيب مخصوص للتورتل او الترسة، ونعيش معاها برضو ونأكلها ونشوف الدنيا فيها ايه كنوع او لون من انواع الاحواض برضو اللي هي الناس كانت بتفضلها في فترة من الفترات، وهنعرف سوا هل هم كانوا بيربوا الترس صح ولا غلط، ونتمنى توفرها تاني. دي الابديتس اللي كانت الناس عايزاها مؤخرا. اتمنى تكون استمتعتوا معايا. باذن الله يوسف وحيد جاي لي بقى، هنعمل حوض التترات والحاجات دي، هنعمله باكو فلاندرا بس بسكيب مختلف مع اكلات الطحالب بقى زي برونيون والكلام ده. الكلام ده كله موجود الحمد لله رب العالمين. هو الحوض طبعا متبهدل طحالب بس سنعيد بناؤه من اول وجديد. خلي التفاصيل دي مفاجاه للحلقه بتاعت يوسف وحيد ان شاء الله لما يجي لي، ومرتقب يعني هو يجي في القريب العاجل باذن الله. ولو انت عاجبك المحتوى تقدر تعمل سبسكرايب او اشتراك للقناه، لو انت عاجبك الفيديو تقدر تعمل لايك، تقدر تعمل مشاركه لاصحابك المهتمين بالهوايه، ويا ريت ما تنساش تفعل الجرس. اشوفكم على خير ان شاء الله الحلقه الجايه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.